بسم الله الرحمن الرحيم. Our grammatical rule today is reported speech. الكلام المنقول. Yes, stay with me. Reported speech, الكلام المنقول. Speech noun. لها صفة قبلها. الصفة تسبق الموصوف. Reported. Speech noun. The verb from it is speak. Speak, spoke, spoken. يتكلم. Okay. We have something we call it direct. Direct, مباشر. From direct to indirect. من مباشر لغير مباشر. Yes, like I write a letter. أنا أكتب رسالة. She said that. هي قالت أنها. Okay. الجملة هاي I want to get down here. بدي أنزلها هون. بدي أغير فيها أشياء. According to what? حسب معطياتها, زمنها, ضميرها, ظروفها. حسب معطيات الجملة الجديدة. مش ضروري يكون عندنا سد قالة, يمكن explained مثلا, أوضحة. طلع كيف السد ماضية. مبدئيا الأزمة الجملة الأساسية رح تتحول للماضي بسبب تأثير السد عليها. السد بسموها reporting verb, فعل نقل الكلام. say said said. okay. هلا نشوف كيف التغييرات اللي رح تطرى عليها. stay with me. التغيير رح يكون في الضمير وبالزمن. التغيير وين رح يكون؟ في الضمير وبالزمن. هلا بدنا ندرس الضمائر على حدة بعيدا عن الريبورتد, وبعدين بنشوف شو علاقة هاي الضمائر بالريبورتد بطريقة كتير كتير سهلة. هلا احنا قسمنا الضمائر لأربع مجموعات أساسية. الضمير لما يكون subject فاعل, يعني جاي قبل الفعل, والضمير لما يكون object جاي بعد الفعل مفعول به سميناه, ولما يكون الضمير ملكية اللي هي ملكية تتبع باسم, ضمير ملكية يتبع باسم, علشان هيك سميناه possessive adjective اللي هو يصف الاسم, يصف الاسم his plus noun. okay. must be followed by noun. ضمير الملكية الذي لا يتبع باسم هي, وهي فاعل وهي مفعول به him. هون his eyes عيونه, his friend صديقه, his book كتابه, his country بلده, his له. she هي فاعل she وهي مفعول به her. her book كتابها, hers لها. هون يتبع باسم must be followed by noun. it بضلها it بالمفعول لما تيجي بعد الفعل. its country, its eyes للكات مثلا, its eyes, its tail. okay. its له أو لها لغير العاقل, لا تتبع باسم. they لما تكون فاعل, لما تكون مفعول به them, تكون ملكية تتبع باسم. their country مثلا بلدهم. theirs لهم. you أنت لما بتكون فاعل, لما بتكون مفعول به بتضلها زي ما هي you. فكرة you والit وهم فاعل هم مفعول به نفس الشكل. your life مثلا حياتك او yours لك, هون تتبع باسم هون لا تتبع باسم, كتير سهل. وي نحن, وي مفعول به us, يعني تيجي بعد الفعل اسمها us الوي. our country بلدنا, ours لنا. I وهي فاعل I وهي بعد الفعل مفعول به me. my life, my country, my friend, mine, لي. okay. الهي وصورها, she وصورها, الات وصورها, والذي وصورها, بنسميهم ضمائر الغائب. شو بنسميهم؟ ضمائر الغائب. اليو ضمير المتكلم المخاطب, سوري, اليو ضمير المخاطب. احنا حكينا عنه بالعربي انت وانتي وانتما وانتنا, عندهم يو لكل المخاطب. الوي والاي متكلم, الوي والاي متكلم, متكلم جمع متكلم مفرد. وي نحن لما نحكي عن حالنا. الاي انا زائد الاي انا, الوي انا زائد اي حدا تاني, متكلم مفرد متكلم جمع. الاي انا, الوي اي مع اي حدا تاني. نحن we, us, our, ours, I, me, my, mine, اسمهم ضمائر المتكلم. إذن كمان مرة تقسيم ضمائر غائب, ضمير المخاطب
ضمائر متكلم. هلا بدنا نشوف شو علاقتهم بالريبورتد سبيتش. ضمائر الغائب كاملة تنزل زي ما هي، ما بحدث عليها أي تغيير، خلص خلصنا منهم. حلو، لو شفت بالجملة الأساسية هي أو هم أو هز أو هز، شي أو هير أو هير أو هيرز، إت أو إت أو إتس أو إتس، ذي أو ذم أو ذير أو ذيرز، بمسكهم بنزلهم زي ما هم ولا بغير فيهم أي إشي. سهل اليوم ما رح أحكي عنها هلأ، بس ناخد الأمر الإمبراتيف ريبورتد بنحكي عنها. أوكي، هلأ شو اللي بدنا ناخدهم؟ ضمائر المتكلم، ضمير المتكلم الجمع وضمير المتكلم المفرد، تتحول إلى غائب، تتحول إلى غائب وليس العكس. شوي بشرحهم بطريقة كتير سهلة كمان. هلأ الآي لما أجي بدي أحولها لضمير غائب، واحد بيحكي أنا، مستحيل لا أختار من هون ولا رح أختار من هون، اتفقنا؟ اللي بيحكي آي ما رح أختار الذي تبعت الجمع، بدي أختار إشي مفرد زيه، ولا رح أختار الإت تبعت غير العاقل. شو اللي رح أختارها؟ يا هي شي، يعني في إلها تو بوسيبيليتيز، احتمالين، تو بروبابيليتيز، احتمالين، تو بوسيبيليتيز، احتمالين للإجابة. هلا الاي راح تصير يا هي شي، حلو، راح يكون يا اما ميل مفرد يا اما فيميل مفرد. طب لو كانت المي يا هم يا هير، لو كانت الماي يا هز يا هير، لو كانت الماين يا هز يا هيرز. شوفوا الفاعل بدي اعوض محله بفاعل، المفعول مفعول، البوسيسيف ادجكتيف بوسيسيف ادجكتيف، البوسيسيف بروناون بوسيسيف بروناون زيه. مين بيقرر لي او هي اهي او شي؟ طبعا للاي اللي هو فعل نقل الكلام، فعل نقل الكلام اللي قبله فاعله لفعل نقل الكلام شي. لو كانت شي معناها قرر لي انه الاي صارت شي مش هي. حلو، يس. إذا شو حكينا؟ ضمائر الغائب تنزل كما هي بدون أدنى تغيير، ضمائر المتكلم تتحول إلى غائب. إذا الآي إيش شو بدها تصير؟ يا هي شي، المي يا هم يا هير، الماي يا هز يا هير، الماين يا هز يا هيرز. سهل. طيب الوي ما إلها غير خيار واحد، ذي جمع أس ذم، أور ذير، أورز theirs، ولا حسب إشي، خلص كل we صير they، كل us them، our their ours theirs. شوف كيف عاملة لكم اياهم بطريقة كتير سهلة. علاقة الضمائر بفعل نقل الكلام، ضمائر الغائب تنزل كما هي بدون أدنى تغيير، قلناها ضمائر المتكلم تتحول إلى ضمائر غائب وليس العكس. شو يلي وليس العكس؟ إنه ضمائر الغائب ما بعملها متكلم. stay with me. هلا الآي شو صارت؟ هي أو شي، المي هم أو هير، الماي هز أو هير اللي تتبع باسم، والماين هز أو هيرز. حفظ، يتم تحويل الآي وصورها بناء على إيش؟ الفاعل الذي يسبق فعل نقل الكلام. مثلا she said حسب الشي، he said حسب الهي. شو يعني قصدي بصورها للآي؟ I, me, my, mine. I, me, my, mine. Yes. الوي صارت they. ضمائر الغائب. الأس them، الأور their، الأورز theirs. الأور هاي التي تتبع باسم. سهل؟ هلأ. اللي هي وصورها. إيش قصدي بصورها؟ he, him, his, his. She, her, her, hers. It, it, it's, it's. They, them, their, theirs. حلو؟ ضمائر الغائب تنزل كما هي بدون تغيير، اتفقنا؟ هلأ اليوم حسب المخاطب اللي بيلي فعل نقل الكلام راح أتناول إن شاء الله فيديو راح أعمله عن الريبورتد الأوردر منه، أو الإمبراتيف، الإمبراتيف ريبورتد، الكوماند، الأوردر.
إذا كان فعل نقل الكلام ماضي طبعاً. هلأ من ناحية الزمن سد، الزمن اللي كان عندنا هون بالجملة اللي أعطيتكم إياها سد، المضارع يتحول إلى الماضي والماضي إلى ماضي تام. بنعاود نرجع نراجع الأزمنة، عملت لهم كتير فيديوز. هلأ لو كان عندي رايتس حالة أولى إلها إس وكان في عندي سد، إيش رح تصير تتوقعوا؟ أنا بتوقع تصير، مش بتوقع بتأكد رح تصير روت. الحالة الأولى اللي إلها إس والحالة الأولى ما إلها إس شو رح تصير؟ روت. المضارع البسيط شو رح يصير؟ ماضي بسيط. إذا رايت سو رايت شو رح تصير؟ روت. سهل؟ طيب الحالة الأولى اللي إلها إس إيش نفيناها؟ doesn't write. اللي ما إلها إس بإيش نفيناها؟ don't write. إيش تتوقعوا يصيره؟ أو يتحول بالريبورتد؟ لا didn't write. لا didn't write. شايفين؟ طب روت الماضي البسيط رح تصير had written. الماضي رح يصير ماضي تام. الماضي رح يصير ماضي تام. كيف شكل الماضي التام؟ هاد وتالتة، هاد وتالتة. طب didn't write ماضي بسيط منفي. didn't write ماضي بسيط منفي رح تصير hadn't written. hadn't written أنا كنت جايب الدد على أساس إني أنا بدي أركب عليها النط، بس حضرت الهاد اللي هي عائلة الهاف خلص ركبت عليها النط. دايما أنا لجوء لعائلة الدو مبرر، هون جايبتها عشان أركب عليها النط. لما تحول الزمن لماضي تام صار عندي فعل مساعد من عائلة الهاف اللي هو الهاد، ركبت عليها النط بطلت بحاجة للدد. إذا didn't write hadn't written hadn't written. بنعيد معي write so write رح تصير wrote. حالة أولى إلها إس وحالة أولى ما إلها إس، إيش رح تصير؟ حالة تانية ماضي بسيط. doesn't write حتصير اللي هي طبعا ايش النفي تبع الرايتس، doesn't رح تصير didn't write. don't write didn't write. wrote had written رح تصير ماضي تام. didn't write لانها ماضي، شو هاي نفي wrote didn't write، نفي ايش wrote ماضي بسيط منفي. ننفي ب didn't write hadn't written hadn't written. نعيد write so write wrote doesn't write didn't write don't write didn't write wrote hadn't written didn't write hadn't written. كمان مرة write حالة أولى إلها إس شو رح تصير؟ حالة تانية wrote. حالة أولى ما إلها إس شو رح تصير؟ حالة تانية wrote. doesn't write مضارع بسيط منفي. doesn't write didn't write don't write didn't write wrote had written didn't write hadn't written. كمان مرة write so write wrote doesn't write didn't don't write didn't write wrote. ماضي هاي وهاي هاي وهاي ماضي بسيط روت تصير ماضي تام. الماضي التام شكله هادو تالتي had written didn't write hadn't written. okay okay yes. طيب is writing مضارع مستمر ماضي مستمر. is writing was writing are writing were writing am writing was writing. Is writing, was writing, are writing, were writing. ماضي. I'm writing. هاي مهارات أزمنة على فكرة. Was writing, was writing. طيب الواز هلا. الواز ماضي. الواز ماضي. رح تصير ماضي تام. مبدئيا أي واحد بيحكي إنه ماضي تام draw in your mind. ارسم بذهنك إنه had. إنه had وتالتي. يلا حطينا هاد على السريع. الواز بدها تصير بين. شو التالتة من الواز؟ بين. والوير نفس الكلام ماضي. الواز والوير ماضي شو بدهم يصيروا؟ هاد. وتالتة منهم بين.
had been. الواز والوير بيصيروا had been، يعني had been writing، يعني ماضي مستمر، ماضي تام مستمر. had been writing. Okay, again. Is writing. Was writing. Are writing. Were writing. I'm writing. Was writing. Was writing. Had been writing. Were writing. Had been writing. Is writing. Was writing. Are writing. Were writing. I'm writing. Was writing. Was writing. Had been writing. Were writing. Had been writing. سهل. كل مضارع بحوله لماضي، كل ماضي بحوله لماضي تام. طيب has written. has written ايش راح تصير معي؟ has راح تصير had. had written. has written. had written. طب و have written؟ برضو had written. برضو had written. الhas والhave مش ماضيهم had. طب had written تخيلوا انها بالماضي، رح تضلها ماضي تام. خلص اقصى درجات الماضي، الماضي التام. يعني الماضي التام بضل زي ما هو. الماضي التام ايش ماله؟ بضل زي ما هو had written. طب المضل هلا. طب will write. would write. would write. would write. will write. would write. طب can write. المدل بحوله للماضي بس اللي بعده بده يضله infinitive. could write. can write. could write. will write. would write. سهل. طب would write المدل اللي بالماضي بضله زي ما هو. would write. would write. طب could write يضلوا زي ما هو. could write. طب is going to write. was going to write. was going to write. are going to write. سوف هاي. were going to write. I'm going to write. was going to write. الis بصير was. الar were. الam was. الwould write والcould write المدل اللي بالماضي بيضلوا زي ما هو. سهل. has to write مدل. شو بدها تصير؟ had to write. have to write. had to write. doesn't have to write. ماضي has to write. doesn't have to write. didn't have to write. don't have to write. didn't have to write. المضارع بنحوله للماضي والماضي الى ماضي تام. سهل. yes. نرجع جملتنا الاساسيه. شو بتتوقعوا تصير؟ الاي راح تصير شي. شو راح تصير؟ شي. الرايت راح تصير روت. شو راح تصير؟ روت. a letter. I write a letter. She said that she wrote a letter. هاي مقدمة الريبورتد. Thank you for your listening.